مشاهدي شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباراه الدار البيضاء. الان معنا هذا السيد تم وجد كذلك يعني اللي في السبعينات من العمر ديالها، اللي خانت الصحه ديالها ويعني مصابه بمرض القصور. اذا كنعتذروا مشاهدينا بسبب يعني ضعف الشبكه، كيف ما تبعتوا معنا في الاول. هاد السيده اللي هي ام وجده كذلك اللي وصلت للسبعينات من العمر ديالها وكتعاني في صمت بسبب مرض القصور الكلوي. كيف ما كتعرفوا هاد المرض اللي صعيب صراحه والمعاناه صعبه، خاصه يعني كيف ما قلت لكم خاص المقابله لهذا يعني لاي واحد مصاب بهذا المرض، يعني لان خاص يدير الحصص ديالو في الوقت، خاص يكون دائما مرافق له. فهاد السيده هذه اللي عايشه هي والابنة ديالها يعني اللي خدام عليها واللي هي اللي كتعاونها وكتكلف المصاريف يعني ديال العلاج ديالها ولو نسبيا، لان ما تقدرش عليهم كاملين لان كاينهم. هاكي اختي، يعني تفضلي اختي ديالك والمعاناة ديالكم معاها. خويا انا الله يمريضك دير ديالك ديرو فين مزيان. شكون كان كيتكلف يعني بالمصاريف ديال التنقل ديالها ولا العلاج؟ دابا الدياليز كلفه من الدولة، ولكن طاكسي نديرو في ترونسبور نجي الفريالة ديال الدواء وليكوش في الشهر. وعاد باش الكهرباء برا وشرينا الفريال، عرفتي والله العظيم بعض المرات ما كنبقاوش نعيشوا، لا ما جابش لينا شي واحد شي حاجه ديال المصروف والو ما كاينش. كاينه اختي مسكينه بوفا دايره في الطاوله. اللهم وليدي خلى عندي هذيك امين. مدي لها الميكرو باش تكلم معاها شريف. يعني ملي توفى الوالد ديالهم ملي توفى الوالد ديالهم لا شنو انتي اللي خدمتي عليهم، انتي اللي ضربتي تماما. واخا تكلمي اختي انتي دابا حاليا يعني كاين غير يعني بنتها اللي كتخدم عليها وواقع يعني ما تقدرش انها توفر لها الوظيف ديالها. عندنا الطاكسي والله العظيم الا مول الطاكسي كيدينا جبنا ب 16 عاد، كيقول لك راه كلشي غلا غادي كيدينا ب 50 درهم جبنا ب 50 درهم معايا كديرو في المصاريف والدواء. والله الا عرفتي تغلبنا بزاف يعني كدا بني رشيد. يعني خاصها 16 فيا